وانا شخصيا يعني بتعلم منه حاجات كتير قوي بسوق الحزام، وناس عتيبة اللي معايا في اي مكان، لان حاجه هو كل حاجه مش هتبقى شعر بقى. كنا نجي نتكلم على الموضوع، يعني احنا يعني الصفه الانتي فيسيولوجي اللي احنا ما ناقشناهوش خالص، هنتكلم عن انتي فيسيولوجي سيزون. فموضوع مهم جدا للنيفروزس مهم جدا. هنشوف الانتي فيسيولوجي سيزون كده. ان شاء الله يبقى زينا كل شيء. قبل ما ابدا كده عايز يعني احكي لكم على كام حاله. اول حاله قابلتها من حوالي 15 سنه. في ميل عندها 35 سنه. جات لي بعد الولاده على طول. واثناء الحمل كان عندها بريشر. ثم بعد الولاده حصل لها ديب ثرومبوز، حصل لها ارتيريا ثرومبوز كمان في نفس الرجل، واضطرت تعمل بلون هي ما كناش عارفين فيها ايه. بعد حوالي شهر من الولاده شفنا ان عندها لوبس. الالتراساوند دي ان هي طالع عالي، والانا طالع الست طالع عالي. بس ما عندهاش مانيفستيشنز كتير. وبعدين لقينا عندها لوبس انتكواجوليشن. ادينا لها انتكواجوليشن وكده، حصل امبيتيشن بلوني وركبت رجل صناعيه وبقت كويسه. وبعدين انقطعت اخبار عني حوالي اربع خمس سنين كده، ما اعرفش عنها حاجه. وبعدين جات لي حمل تاني، كان الحمل اللي شفتها في الاوائل كان تاني حمل. الحمل ده ثالث حمل، وزعلت وقتها ان انا طيب بلاش حمل بعد كده. اصر وانا حامل كده بتعمل وربنا يسهل. وشفتها واديت لها انتكواجوليشن دورين بريجنسي، واديت لها سمول دوز اوف سترويد. مش عارف كنت صح ولا غلط. الكلام ده من حوالي 10 12 سنه. المهم مشيت كويس طول الحمل، وبعدين جت قبل الولاده بثلاث اسابيع كده انقطعت اخبار عني، ما اعرفش عنها. وبعدين فوجئت بيها وانا داخل المستشفى الطوارئ، لقيت جوزها بيشدني ولقيتها مرميه طوارئ، عينيها صفرة خالص، عندها هنا فيليا وجوندس وهايبوتنشن، وعندها جنجرين في صوابع رجليها الثانيه، وبدايه جنجرين في صوابع رجليها. و المهم ادينا لها بالس سترويد، بالس سايكلوفوسفامايد. الولد عاش وولدت، خرجت من العمليه بامبيوتيشن للتوز و ريتنال ارتري اوكلوجن بلايندس وان اي و ليفر سيلفي اكيوت ليفر سيلفي فرمنت بلايندس. ولينا الفيلير تابعتها شويه، بعدين قلت دي تشيل لاين لان الليفر دخلت انكفالوبس بالكوم. صورت ناشي اسبانيا، كان عندي مؤتمر، سافرت مؤتمر، رجعت المؤتمر ما لقيتهاش. قلت شيل ديس. وجيت بيها بعد شهرين جاي العياده ماشيه على الدهان اليمين. وشايفه كويس. وشايفه كويس. وكمبليت ريزوليوشن ليفر فانكشن كومبليت. زي ما كنت بحكي انا وقفت اول ما شفتها، وقفت انزعجت يعني، قلت دي معجزه من المعجزات ولا ايه؟ بعدين لقيت رجلها الاثنين رجل منهم صناعيه تماما يعني، بس متقنه وهي ماشيه باتقان. ثلاث شهور تقريبا ماشيه باتقان شديد جدا، كانها يعني طبيعيه، والرجل معموله حلو لدرجه ما قدرتش اعرفها لو انا بدور على قديمه. لقيت رجلها ديت صعبه قوي ما تحكيش. الستي عرفت بعد كده او ايامها يعني عرفت انها عندها انتيبيوتيك سندروم، وكان دخل بعد البريجنسي كاتاستروفي تايم. وما كنتش ايامها من حوالي 12 13 سنه كنتش عارف حاجه فيها. والحمد لله فالس استرويد اللي اديناها كلام زي كده يبدو انه انقذها وعدت. دي احد الحالات.
عندي في الاسم اليومين دلوقتي الشباب اللي معايا شافوا حالتين عندهم لوبس، واحده اسمها سمر والثانيه مش عارف اسمها ايه، حبيبه. الحالتين دولت عندهم لوبس عامل زي السمولدرنج لوبس كده، يعني مش قادر تتاكد منه قوي، ولكن الاثنين جالهم اكيوت ابدومينال بين. واحده منهم طلعت فيها سيليك ترانك وكلوجر، والثانيه شكلها عندها مزيكتك برضه اسكيمي. ففي قصه كده، قصه يمكن احنا مش بناخد بالنا منها قوي. انا الراجل ده قابلته اسمه هيوز، ده قابلته سنه 91 كان بيدي محاضره عن الاكل السوداني في السودروم، وكنت انا يعني عارف عنها شويه حاجات ايام بس مش عارف عنها كتير. جرام هيوز ده بيشتغل في هامر سميث هوستل، وكان جاي يدي محاضره في شيفيلد عن الاكل السوداني في السودروم، وكانت الناس فرحانه بال 91. المرض ده بدا يتكلموا عليه من 93 شويه كلام مش دقيق قوي، ان ده مرض معاه ريكارنت ارتيريال اندرينا ثرومبوزيس، وفي كده لوسز، واحيانا اللي معاه ثرومبوسيتوبين، وله علاقه ب سام سورت اوف انتي كاردوجرافي. ده كان كل المعلومات اللي معروفه دلوقتي. طبعا المرض ويل ريكوجنايزد، وهو ده كومن ديسوردر مش رير، بالذات في الناس اللي عندها اوتوميون ديز زي لوبس وغيره. ولما تكتشفه وتعرفه يبقى انت عندك قدره كويسه قوي على تعمل بريفنشن اند بروفلاكس، تحافظ على حياه العيانين. الانفوسوليز دول عباره عن ايه؟ حاجتين، حاجه بتتكتب بالبروتين تيست، وحاجه بتتكتب بالميجرمنت لايف. بروتين تيست ده حاجه اسمها لوفاس انتيكوبيل، وتسمى بالاسم ده زي ما نتوقع كلنا ان احنا بنلاقيه في حياه عين لوفاس كتير. يعني كتير عين لوفاس، يعني حتى كان واحد من الماركرز بتاعت اللوفاس. دلوقتي لوفاس انتيكوبيل حاجات بنقيسها من غير ما نعمل بروتين تيست، اللي هي انتي كاردولايتين، انتي بيتا 2 جلايكوبروتين 1، انتي فوسفاتيدايل سيرين، انتي فوسفاتيدايل ايتانولابين، انتي فوسفاتيدايل انيسيتول، وانتي بروتروبين. دول بطلوا، ما عادش حد بيستخدمهم في ال... هم لهم ميكانيزم في الاكشن بس ما عادوش بيستخدموا كتير كماركت. لكن اللوفاس انتيكوجلانت والانتي كاردولاكتين فيري كوملي يوز، وحديثا بداوا من 2006 دخلوا معاهم كمان الانتي بيتا 2 جلايكوبروتين، وده شكل المولكيول بتاع البيتا 2 جلايكوبروتين، وهنشوف دوره في الشغلانه دي. ده ايدنتيفايد في 61 واحد اسمه فوكس، وبيطلع من الليفر، وله علاقه قوية جدا بالكوايجوليشن كاسكيد. مش عايز اتكلم عليها اكتر. التعريف الجديد بتاع الانفوسوليز سندروم ده اوتو اميون ديزيز ذات از كاركترايز باي كلينيكالي فاسكولار ثرومبوزيس بريجنسي موربيديتي اند سيرولوجيكالي باي ذا بريزنس اوف انتي فوسفوليبيد انتي بوديز. عشان كده اسم السندروم جه من الحكايه. لما اجي اعمل له ديفينيشن يبقى عندي كلينيكال ولابوراتوري، لازم الاثنين دول يبقوا معايا. الكلينيكال ريكارنت فينس اند انتيريور ثرومبوزيس اند اور فيتال لوسز، لابوراتوري بيرزيستنت اليفيشن اوف انتي بوديز اجينست الممبرين انايونيك فوسفوليبيدز اللي هم الانتي كاردولايبين والانتي جلايكوبروتين بيتا 2 جلايكوبروتين 1 واللوكوس انتيكوبروتين 1. 10% من دول بوبوليشن ممكن يبقى عندهم ترانزيانت انكريس في التتر بتاع الانتي كاردولايبين، واتفقنا ان في اللوبس كتير، يعني يمكن حوالي 60% من اللوبس او 50% جايز يبقى عندهم انتي كاردولايبين اللوبس انتي كاردولايبين بوست. 40% من اللوبس بيشنت بوزيتيف للانتي فوسفوليبيد تيست، و10 و20% عندهم فعلا السندروم. الاسيمتوماتيك انكريز ده في 4% بيعمل انيوال ريسك اوف ثرومبوز، لكن 14% من البيشنتس اللي عندهم دولت بيجي لهم ريكارنت ثرومبو امبوليك ديزيز. الناس اللي بيجي لها ريكارنت ثرومبو امبوليك ديزيز 14% منهم بيجي لهم انتي فوسفوليبيد انتي بوز. يبقى الموضوع مش قليل، موضوع كتير.
سابورو قبل كده عمل كرايتيريا في التسعينات قال ان انا هشخصه بواحد كريتيكال ايفنت زائد ريبيتد بوزيتيف تيست على الاقل 6 ل 12 ويكس ابارت. هو قال 6 حديثا قال 12. والكريتيكال ايفنت ده عباره عن بلاد كلوت ثرومبوز زائد بريجنانسي لوس زائد امراض يعني ده واحد منهم. اللاب تيست اللي هو اللوبس انت تايلت والانت كذا ما قالش هو سابورو ما قالش الانتي بيتا جلايكوبروتين ككرايتيريا. لكن في 2006 عملوا ابديت وقالوا في الابديت ده ان ابوستيف لوبس انت تايلت تيست بيتر كورليت ويز ثرومبوزس والبريجنسي موربيديتي اند ثرومبوزس ان لوبس بيشنت بيتر ذان الانتي كذا. عشان كده اللوبس كان انت تايلت خد في 2006 دور اعلى. وطلع برضه في 2006 الانتي بيتا 2 جلايكوبروتين 1 انتي بوديز اللي هو اندبندنت ريسك فاكتور فور ثرومبوز حتى لو الباقيين ما هماش موجودين. تتحط في الكرايتيريا. عشان كده الكرايتيريا بتاعت 2006 اللي اتقالت في سيدني كان فيها باسكولار ثرومبوزز 1 اور مور كلينيكال ابيسود لازم تكون واحده على الاقل وزاوت سيجنفكت ايفيدنس اوف انفلاميشن ان ذا بيسي. يعني دي مش فاسكولايتس دي ثرومبوز من غير فاسكولايتس. Pregnancy morbidity تبع الكلينيكال كريتيريا برضه بتبقى عباره عن ايه؟ 1 or more unexplained deaths اقل من 10 weeks of gestation. الجنين يموت في الوم بتاع المذر وهو اقل من 10 ويك. ولو حصل دي مره واحده بس ممكن اعتبرها. 1 or more premature birth بعد ال 10 ويك. 1 or more premature births of a morphologically normal neonate before the 34th week واحد او اكثر. ولو معاها بالذات اكلامسيا او بريكلامسيا او recognized features of placental insufficiency. لو ابورشن بقى قبل 10 اسابيع لازم تكون ثلاث مرات او اكثر عشان اعتبرها كرايتيريا للانتي كونسولي. واحده من دول كفايه كبريجنسي كرايتيريا. واحدة من دول كفاية كباسكولار كاريتيريا. يبقى لازم يكون معاهم كمان لابراتوري كاريتيريا. يعني كاريتيريا كلينيكال بس مش كفاية. لازم يكون كمان معايا لابراتوري كاريتيريا. لوبس انتيكوجولات بلازما، انتيكوجولات بي، وانتيكوجولات لايت بروتين كده بهاي مودريت او هاي كده. ولازم على الاقل تو اوكيجنز بينهم 12 ويكس ابارت. مش في 1900 كانوا قالوا 6 ويكس دلوقتي بقى 12 ويكس ابارت. وكمان ادوها عملوها كاتيكولايزيشن تايب 1 وتايب 2 اي وتايب 2 بي وتايب 2 سي على حسب نوع الانتي كوايجولانس اللي موجود. طب منين بقى بتقول انها انتي كوايجولانس ومنين هي مرض مع الثرومبوز؟ هي ان فيترو فعلا بتنترفير مع الكوجوليشن تيست لكن ان فيفو بتعمل كلوتنج لانها بتاكتيفيت الكوجوليشن كاسكيد جوه الجسم بتافكت الاندوثيليوم وبتافكت البليتلت فانكشن. بتعمل ثلاث حاجات البليتلت زي ما بنشوف دلوقتي بليتلت واندوثيليوم وكوجوليشن كاسكيد. الثرومبوزس ده عشان احطه ككرايتيريا يا يبقى فينوس يا يبقى ارتيريا. فينوس زي الدي بي تي زي البرمودر امبوليس زي الاذر زي الترفيس ثرومبوزس زي اللي جه للاخت اللي انا بحكي عنها سيريبرا ساينس فين ثرومبوز وفي الابدون ميزنتريك زي اللي احنا بنحكي عنه او بورتال او هيباتيك ارتيريال زي ستروك او هارت اتاك جاله انجينا او جاله مايكارد انفاركشن ليه فور ارم ارتيريا اسكيميا او حتى فيزيتال اسكيميا. ولتنا الارتيريا ثرومبوزس ولتنا الارتيريا ثرومبوزس اتسترا. يعني اي دوكيومنتد ثرومبوزس في ارتري او فين از اكريت. ايه البريجنسي كريتيريا؟ اللي احنا هنعيدها تاني بقى 3 لوسز بيفور ذا 10 ويك اوف بريجنسي ثلاث مرات. لما يكون قبل الاسبوع العاشر عند ابورشن يبقى لازم يكون ثلاث مرات على الاقل. لكن لو كان متاخر مره واحده كفايه. One loss at or after the 10th week of pregnancy
one premature delivery at or before the 34th week حتى لو premature delivery because of something premature delivery يكون سبب إكلامسيا أو pre-إكلامسيا أو evidence of placenta insufficiency. أي واحد من دول كرايتيريا. لكن لما أقول البريكنس كرايتيريا لازم أستثني other possible loss of premature delivery أشيله بقى من اعتباري ما يكونش السبب ما يكونش الطفل ده مشوه المزرعة حصل لها تروما ما يكونش جالها مثلا انفكشن حاجات زي كده لازم أعرف السبب اللوس كان مشكلة في البلاسينتا دلوقتي اللاكتس لوبس انتيكو اجلانت كونفيرمد ويز كلوتينج تيستس that depend on phospholipids or medium or high level of anti-cardiolipin IgG or IgM antibodies recently had to anti-beta 2 glycoprotein 1 with test should be 12 weeks apart twice positive. ازاي بقى الميكانيزم اللي انا هنحكي عليه؟ هو الانتي-phospholipid antibodies اهي الكيسيك ريسبتور مكون من البيتا 2 جلايكوبروتين 1 وده بيعمل اكتيفيشن للفوسفاتيدايل سيرين مويتي بتاع السيل ميمبرين الفوسفوليب بتاع السيل ميمبرين يقوم يعمل لنا اكتيفيشن لشويه ميسنجرز من ضمنهم النيوكلير فاكتور كابا بي والفي 38 مارك والستار 5 وده بيروح للنيوكلياي يعمل سيل اكتيفيشن وياثر على النيوكليس تقوم تعمل انهيجا موليكيولز يحصل لها ابجريد وتيشو فاكتور كمان يحصل له ابجريد ويبدا يعمل انفلاميشن وبعدين ده يعمل اكتيفيشن للبليتلت ويعمل اكتيفيشن لليوكوسايتس تقوم تعمل انفلاميشن وتطلع انفلاماتوري ماركر من السيل ميمبرين. السيل ميمبرين دي تركب من الفوسفوليبيدز والانتي بوديز دي انتي بوديز تهاجم الفوسفوليبيدز مني. فالميكانيزم اندوثيليال سيل انتي فوسفوليبيد انتراكشن اندوثيليال سيل دامج اور اكتيفيشن ثرو انكريزد اكسبريشن طبعا ليجا موليكيولز كو اكزيستنج انتي اندوثيليال انتي بوديز كمان تبع الاوتو اميونيتي واحنا ما بنسهاش كو اكزيستنج اندوثيليال انتي بوديز انتي فوسفوليبيد اندوس مونوسايت اكتيفيشن اند ادهيجن انكريز تيشو فاكتور اكسبريشن ديت شغلها على الاندوثيليال سيل لان فوسفوليبيد كمان بتنتراكت مع بليتلت تعمل بليتلت اكتيفيشن ستيميوليشن اوف ثرومبوزان برودكشن وتعمل كمان انتراكشن مع الكوجوليشن فاكتور تعمل انهبيشن اوف اكتيفيشن اوف بروتين سي البروتين سي ده لما بينقص او يبقى انهبيتد بيزود البروتين والثرومبوميدولين ثرومبين كومبلكس انهبيشن او اكتيفيشن اوف بروتين سي باي واي اوف كوفاكتور بروتين اس كمان لها شغل على الكومبلكس يعني الانتروسبيرم بتشتغل على كذا مكان تعمل بيه بروتين هي بره الجسم صحيح بتعطل البروتين بالذات اللوبس انتيكواجلانت لكن جوه الجسم تؤدي الى حدوث بروتين. الباثولوجي بتاعتها في البيسلز نون انفلاماتوري انكلوجن اوف اول كاليبرز اوف ذا ارتز والفينز كبيره وصغيره تصل للارتريوس تصل كمان للكابتلز وفي اكيوت اند كرونيك اندوثيريال انجري از نوتد يبقى في اندوثيريال انجري بتلاقي في اندوثيريال سويلنج وفي اليوترس يحصل يوترو بلاسينتال انسفشنسي دي سببها انفلاميشن راذر ذان ثرومبوزس اور سبايرال ارتري فاسكولوباثي يعني جوه البلاسينتا في فاسكولايتس لكن في الارتريز في الجسم ممكن يكون في فاسكولايتس بس الاكثر انها نون انفلاماتوري لو انا لقيت بقى ببحث الباثولوجي لقيت في نكروتايزنج فاسكولايتس يبقى ده في كونكومتنت سيستمك بس فاسكولايتس مش بس انتي يبقى المانيفستيشن ثرومبوتيك مانيفستيشن قلناها بريجنسي كومبليكيشن قلناها في كمان نون ثرومبوتيك مانيفستيشن زي ان انا ممكن في الجلد الاقي ليفيد ريتيكولاريس كومون بقى نو سبيسيفيك فور انتي فوسفوليبيد ممكن تبقى موجوده مع اي نوع من انواع الماسكولار انسفشنسي كاردياك فالف ديزيز يحصل فيجيتيشن وسيكلينج في الفالف ودي ليش مانيفستيشن ممكن تبقى فيها
بتاكسلريت الاثيروسكلروزس عند كوش البريماتور اثيروسكلروزس، وده مش ما هوش ايفيدنت في ريسنت ستاديز، لكن ممكن الاقي فيه ليد ارسرز موجوده عند العيان. دي احد امثله الليد ارسرز، ودي صوره دي من كتاب، لكن احنا بنشوفها كتير في عينين بنفس المنظر ده واقع. ده حصل جانجرين اهو في البريفري نتيجه فاسكولار اوبستراكشن، ده عيان عنده انتي فاسكولار، وده سيريبرال انفاركشن هشوفها قريب قوي عندنا في الاسم برضو، عيان بنفس الطريقه دي والسر في رجله وانفلاميشن واسكيميا ادت الى حدوث فينس انسفشنسي عند ارتيريال انسفشنسي. ده البالف بتاع الحرب مليان فيجيتيشنز. بالمونري هايبرتنشن بيحصل كتير نتيجه الكارن كارنيال امبوليزم او سمول فيسلز امبوليزم جوه اللنج اون ذا سبوت. نون فوكال نيورولوجيكال سيمبتوم، العيان مش عنده علامات انفانكشن ولا لاتراليزيشن، لا ده عنده مشكله ديمنشيا فورجيتفولنس كونسنتريشن لوس وديزي سبيلز. اعمل له ام ار اي بالصدفه الاقي في مالتيبل سمول هايبر دنس ليجنز في البريمنتريكتور اريا نتيجه ماينور اسكيميا او بلاكنر انفاركتس. هيموريج ديو تو انتي بروثرومبين انتي بودي ديورنج حاجه اسمها لوبس انتي كواجلانت هايبوبروثرومبينيميا سندروم. ده سندروم ريسنت ديسكرايب ومش واضح المعالم قوي. في نوع من انتي فوسفوليبيك انتي بودي سندروم اسمه كاتاستروفيك، وده لايف سيرتنج اند اورجان سيرتنج، يا يموت يا يدخل عيان في فيلير اوف سام اورجانز، وكتير بيموت. مالتيبل ثرومبوزيس اوف ميديم اند سمول ارتيز اوكيرنج اوفر بيريد اوف دايز. ممكن الاقي ستروك مع كاردياك مع هيباتيك مع ادرينال مع رينال مع انستاينال انفاركشن اكيوت ادرينال فيلير وفريفرال جانجرين. ممكن كل الكوكتيل ده يحصل سوا في وقت واحد او على الاقل ثلاثه منهم. لو في ثلاثه منهم او اكثر اسميه كاتاستروفيك انتي فوسفوليبل انتي بودي. وبيبقى معاه ثرومبوسيتوبينيا عادتها مودريت عشان افرقه بينه وبين الدي اي سي وبين التي تي بي اللي هو ثرومبوتيك ثرومبوسيتوبينيك بيربر وبين الاتش او اس اللي هي هيموريتيك يوريتيك سندروم. فالثرومبوسيتوبينيا يوجوالي مايلد او مودريت والار بي سيز ار ليس فراجمنتد مش زي التانيين عشان هنا الفايبرين مش هو المشكله قوي مش ده الفيلوسيليوم. والفايبريز بريد برودكتس ما هماش الاتش دي بي ما هماش سترايك اللي بي. التيشو بايوسز هنا هيورينا النون انفلاماتوري باسكولار اوكلوجن نتيجه الانتي فوسفوليبل انتي بودي. العيان شكيت فيه اعمل له برادو دايجنوزس ريبيتابل بوزيتيف لوبس انتي كواجلان تيست اور امودريت اور تو هايتد اوف انتي كواجلان تي اي جي جي اور اي جي ام تيست از ريكوايرد. ممكن لو ما خدوش ادور على اي جي اي انتي كاردولا بي او اي جي جي اي جي ام او اي جي اي انتي بيتا 2 جلايكوبروتين. ده مش بنعمله كتير وبيكون غالي شويه. ده هيلفول وين جلوبس انتي كوجلانت او انتي كاردولا بي تيست ار نيجاتيف. واحد منهم يكفيني. لو لقيت واحد منهم بص يكفي ان انا احط الكاردولا بس لازم يكون مرتين اكوز النيو كارتيريا بينهم 12 اسبوع ثلاث شهور. ما دام انا لقيت او شكيت في المرض ده لازم اعمل انا انت دبل ستاند دي ان اي لانها 45% من البيشنت دول ممكن يبقى برايمري والباقيين ممكن يبقوا سكندري للوبس. لو لقيت هايبو كومبلمنتينيا لقيت ار بي سيز كاستس ولقيت بايوريا ممكن لوبس نفرايتس هي اللي تبقى دايجنوز مش انتي فوسفوليبل انتي فوسفوليبل. الاي اس ار والهيموجلوبين والفايسل كاونتس ار نورمال ان انكومبليكيتد برايمري انتي فوسفوليبل سندروم اكسبت ديورنج الاكيوت ثرومبوز. لما يكون في اكيوت ثرومبوز ممكن الاقي الاي اس ار تعلى شويه الهيموجلوبين جايز يقل شويه والفايسلز تعلى. دي دينوتنج اكيوت ثرومبوز. العيان انا شكيت فيه ممكن اعمل له ام ار اي الاقي فيه سيريبرو فاسكولار اكسيدنت او ثرومبوز. ممكن الاقي مالتيبل سمول هايبر انتنس وايت ماتر ليجنز موجوده على علامات لاكنر انفاركتس او بريفرال انفاركتس. ممكن الاقي اوكلوجنز اوكي في البيزنس بلوز انجيوغرافيك ريزوليوشن، يعني ممكن الاوكلوجن يبقى على مستوى السمول ارتيريوز او كابيلاري
والانجيوجرام ما يقوليش حاجه سواء في البرين او في اي حته ثانيه، وهنا هتخلي الموضوع صعب. لكن هيبقى عندي علامات بسكر انسفيشنس. ايكوكارديوجرافي لازم اعمله او اعمل كارديك ام ار اي، مش كتير بيعرفوا يعملوها. ممكن الاقي ليبان ساكس اندوكارديتس وثرومباي في الهارت. ده احد الحاجات اللي في البرين اهي، هايبر انتنس سيجر. خلاص انا شخصت ايه المانجمنت؟ لو كان الانتي بودي عالي يا جدعان ما عندوش حاجه، يبقى ممكن ما اديش حاجه طبعا، بس اتابع العيان وابقى عارف ان هو عنده انتي فوسفوليبل انتي بوديز في جسمه، بس نوت سيزندروم. لازم يبقى عندي لو ثريشولد فور سترونج في البروفلاكس ات تايمز اوف هاي ريسك. يعني واحده قايمه من ولاده زي اختنا اللي انا حكيت عليها في الاول، اخلي بالي ان لازم يكون بدي سترونج بروفلاكسس. بعض الناس بتسجست ان العيان اللي عندهم انتي فوسفوليبل انتي بوديز بس نوت سيندروم يمشوا على اسبرين. ايه الخسارة اللي هيحصل لها يعني؟ يمشي على اسبرين. ولازم لما الاقي عيان ده ريديوس الاذر ريسك فاكتورز فور ثرومبوز. لو العيان ده اسيمتوماتيك نو تريت، لو فينس ثرومبوزس يبقى هديله وارفرين مدى الحياه، لو ارتيريال ثرومبوزس وارفرين مدى الحياه، لو ريكارنت ارتيريال او فينس ثرومبوزس يبقى وارفرين زائد خلي الاي ان ار هنا 3 أو 4، الحاجات الاولانيه اللي بتخلي الاي ان ار 2.5 ودي معاه اسبرين. يعني لو العيان ده بيجي له ريكارنت يبقى التارجت بتاعي في الاي ان ار بالوارفرين ممكن اصل الى 3.5 أو 4 ومعاه اسبرين كمان. فيرست بريجنسي في عيان عندها انتي فوسفوليبل انتي بودي ما حصلهاش حاجه، ما عندهاش مشكله خالص، اول مره تحصل حاجه خد لها حاجه. وسنجل بريجنسي لوس في اقل من 10 اسابيع اللي هو ده بره الكريتيريا برضه ده النقطه. عايز تراك. لكن اكتر من فيتال او اكتر من 3 امبريونيك لوسز، اللي فيتال يعني صغير يعني كبير شويه و3 امبريونيك يعني صغيرين لوسز، يبقى بروفلاكتيك هيبرين زي لودوس اسبرين وديسكنتينيو على الاقل بعد 12 اسبوع من الحمل. يعني افضل 3 شهور بعد الولاده ادي العيان بروفلاكتيك بالاسبرين والهيبرين. Thrombosis regardless of pregnancy are told therapeutic heparin low dose salicylic acid throughout pregnancy وwarfarin postpartum على طول. لو في valve reduces او deformity من الفيجيتيشن مفيش treatment نعرفه، لكن full anticoagulation بنديها، مع ان ساعات هنا ممكن الامر يختلط ما بينها وبين الانفكتد اندوكاردايتس. ده فيها بالفيجيتيشن ده فيها بس الثانيه معاها انفكشن وكالسر بتقرا حاجه زي كده. ثرومبوسيتوبينيا فوق ال 50,000 مفيش علاج. ثرومبوسيتوبينيا تحت ال 50,000 افكر في الاسترويد، ولو هي سيفير قوي ممكن ادي اي في اي جي. كاتاستروفيك انتي فوسفوليبين انتي بودي سندروم زي الحاله بتاعتنا اللي انا وصلتها في الاول، لازم ادي انتي كوجوليشن محترمه مع استرويد بدوس كبيره مع اي في اي جي او بلازما فريسيس، وممكن اديله النيور اميونو سبريسيف ايجنت زي الروكسيماب وال فهنا بخش في كاتيجوري ثانيه. This is a life threatening problem. نتكلم بقى شويه 5 دقايق اللي فاضلين لي على الريدر انفولفمنت الانتي فوسفوليبيد. دي تقريبا 25-40% من البيشنت بتوع البرايمري انتي فوسفوليبيد انتي بوس سندروم بيجي لهم ريدر انفولفمنت فعلا. سام سورت اوف ريدر انفولفمنت ورقم. Thrombosis of the blood vessels from the glomerular capillaries to the main renal arteries and the veins may occur. يعني ممكن انا thrombosis واحد very small capillaries او واحد حتى main renal artery او main renal vein. Lesions involving the arteries and the arterioles often have both a thrombotic components and a reactive proliferation. One. فعنده حاجتين. Thrombosis والendothelium بيبقى فيها proliferation. فيها effect. الجلومرال كابيلاري ثرومبوزس with a strict mesangiolysis, mesangial interposition and duplication of the glomerular basement membrane and electron leucin هنا مش dense, fluffy sub-endothelial deposits resembling other forms of glomerular thrombotic microangiopathy such as HUS and TTP.
الدكتور اللي بيبص على الباثولوجي ممكن ما يعرفش يفرق بينهم. دي مقاله منشوره اعتقد في 2006 في مجله الارثرايتس اند روماتيزم. الحقيقه انا انبسطت منها لان هم عملوا ريفيو الميديكال ليتشر 1968 ل 2005 عن طريق الميد لاين وحطوا كي ورد انتي فوسفوليبل سندروم، انتي كاردولابين انتي بوديز، لوبس انتي كوربلنت، هايبر تنشن، رينال ارتستينوزس، رينال باسكاس ثرومبوزس، ثرومبوتيك مايكرونجوباسي اند جلوميرولونفايتس. لقوا ان الرينال مانيفستيشنز اللي موجوده في عدد كبير من العيانين الحقيقه اللي جابوا افتكر 600 700 عيان، لقوا رينال ارتي ليجنز كتيره وهايبر تنشن في معظم العيانين. وانتي حاجه اسمها انتي فوسفوليبل نيفروباثي موجوده في بعض العيانين، رينال ليس ثرومبوزس واند ستيج رينال ديزيز ورينال ترانسبلانت بروبلم وانتي فوسفوليبل سندروم اند سيستميك لوبس نيفروباثي اللي هم موجودين سوا في بعض العيانين. كل واحدة منهم لها كلينيكال فيتشرز وكل واحدة منهم لو وصفوا الباثولوجيكال فيتشرز بتاعتهم وايه الدايجنوستيك تولز اللي عملوها. دي واحدة من الباثولوجي اللي اتوصفت. لو نبص كده هنلاقي فيه ايه ده؟ ثرومبوزس جوه الكابلز بتاعت الجلونولاي فيها ثرومبوزس فيها مايكرو هيماتوريا الراجل ده وعنده مايلد بروتينوريا جاي بجلوميرولس كونتيننج مايكرو ثرومباي انكلودينج ذا كابلرز زي ما احنا شايفين هنا واليومنا وذ اندوثيليال سويلنج. لو نيجي نبص للاندوثيليال هنلاقيها فيها سويلنج. دي ايه دي؟ ده ارترز. اثنين ارترز هم ماشيين جنب بعض والارترز دول دي فيها ثرومبوسات والارتري قافله وفي شويه دبليكيشن للاستيك لامينا في ريكانلايزيشن. دي كانت ثرومبس كلها بدا يحصل ريكانلايزيشن في سويلنج للاندوثيليال سيلز. دي برضه تو انترلوبال ارترز برضه مقفولين اهوت واحد منهم مضغوط بالسيلفر ويمكن يكون نفسه او بنفس العيان والثاني مضغوط بالمكتوبش الجلوسين وبرضه في ثرومبوز جوه الارتري ريدابليكيشن اوف ذا الاستيك لامينا زي ما احنا شايفين وفي اترز كلوز كمان موجود حواليه. طبعا اكستريم ناروينج اوف ذا ديزيز ده اكروز ليجنز في الانتر لوبيولار ارتريز زي ما احنا شايفين اهو ده ارتري اهو وادي اليومن بتاعه اتقفل تقريبا وده برضه اهو ما عادش في اليومن اشتغل منه والعين بدا يدخل في شويه اتروفي في الكلى. ده بقى مانيفستيشنز اوف ثرومبوتيك مايكرو انجيوس مع لوبس بلس 4 يعني بنشوف دي هتلاقي فيها بروليفريتيف ديفيوز بروليفريتيف. الناس اللي عندهم انسجنز دول برضه معرضين لقوا البريفلنس بتاع اللوبس انتيكوجولانت اعلى في الانسجنز. السبب مش معروف. 31% من الناس اللي على الدياليسيز عندهم سام سورت انتيكوجولانت والناس دولت عندهم هاي انسنس اوف باسكر اكسس ثرومبوزس اند فيلير عشان كده جاي يستخدموا الكومبانيين اول مره. والالجراف الزرع ممكن تبقى دمج. يبقى احنا شفنا الانتي فوسفوليبل انتو سندروم هاو كومن اتس نوت رير موجوده في عينين كتير من اوتو اميون ديزيز ممكن تتحول الى كاتاستروفيك في اي وقت لو عيان عنده اي حاجه تزود البروثرومبوز عنده زي يكون بريجنسي وبيد ريدن حصل له ديهايدريشن وخد بعض الادويه اللي زود ثرومبوزس. كل الحاجات دي لو جت مع بعضها ممكن تحول عيان الى كاتاستروفيك انتيفوسفوليبول سندروم. شفنا ازاي نشخصها وازاي نعمل انفستيجيشنز وازاي نعمل لها كرايتيريا وشفنا هاو تو تاكل التريتمنت. بعدين شفنا الافكت بتاعها على الكدني من اول رينال فيسلز الكبيره متوسطه الفوايات والفينز والتشابه اللي بينها وبين الثرومبوتيك مايكروانجيوباسي هو I think this will conclude my talk today. Thank you. Patients, non-patients,
هو مش عارف يعني السؤال جه ليه في السياق؟ لان هو بيقول لي طلبته انا لما اطلب لاي حد اكيد انا شاكك في حاجه عشان كده فانا ما لقيتوش موجود. وبعدين جت بريجننس هطلبه تاني الاقيه موجود. البريتنسي دي عشان هو مش بيجيب الانتي بوديز لكن هو بيزود الثرومبوتيك افكت بتاعه. خلي بالك بقى من الاداء لا هي الانتي فوسفوليز سندروم ما هياش بس سلايدس لا هي تتشابه معاها في الصورة بس هي مش هي هي مش هي 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 الصورة طب لكن لسه في الزبط زي ما صورة او لو الارتري بروتين فهمنا كده هيبقى في اكيد كويس.